اهلا وسهلا فيكم. اليوم اكلتنا قريب الشوكولا والفواكه. المكونات رح تكون زبده، رح نستعمل منها معلقه تقريبا حليب، شوكولا نوتيلا او اي صوص شوكولا، فانيلا، بيكنج باودر، معلقه سكر كبيره، رشه ملح. هون عندي انا مربى النعنوج عم بستعمل، بس فيكم تستعملوا برشه برتقان او ليمون، بيضه وحده، كيوي للتزيين، بتقدروا تستعملوا اي شيء بتحبوا للتزيين. عندي هون كورن فليكس، زبيب وجوز الهند، ومعلقه او كاسه ونص طحين عفوا، وفواكه للتزيين. رح نبلش هلا بالوصفه. اول شيء بنبلش بالبيضه، بنخفق حبه البيض، بضيف لها السكر ورشه الملح. هلا كل ما عم بضيف محتوى رح اخلط المزيج، بضيف الفانيلا، بضيف مربى النعنج، مثل ما قلت لكم نقدر نضيف بشرة ليمون او بشرة برتقان، هي مشان تعطي نكهة وتروح طعمة البيض شوي. هلا بضيف كاسة الحليب، كاسة الحليب رح اضيفها شوي شوي وانا عم بمزج الجريب. رح انقل الكاسة هون حتى تقدروا تشوفوا، شوي شوي ما بسكبها كلياتها. هلا بعد ما صار عندي المزيج تقريبا جاهز وخلطته منيح، بضيف الطحين كمان، بضيفه شوي شوي وبخلط. هلا انا عندي كاسه ونص، بس احيانا بحس انه الكاسه ونص ممكن يكون بالنسبه لهالمزيج كتيره، ممكن قليله، فانتوا بتضيفوا بتقدروا، هي لازم تكون سائله. واذا سمكت معك يعني ما تاكليها، بتقدري تضيفي حليب، معلقه حليب، معلقتين حليب، لحتى يصير المزيج مريء شوي. هلا انا عم بدور يعني عم بحاول يكون قوامه مثل ما بدي، لاني ما بحبه كتير مريء، بحبه شوي سميك. هلا ضفت البيكنج باودر هون وبخلطه منيح. هلا بعد ما هيك رح يكون عندي قوامه مثل ما شايفين. بعد ما صار عندي جاهز رح اغطيه بالورق النايلون واتركه نص ساعه ليتخمر، من 20 دقيقه ل 30 دقيقه ما بتفرق. احطه بالبراد بيكون احسن، بس رح يمكن بعد رح اضيف له حليب مثل ما قلت لكم. هلا بعد نص ساعه صار عندي المزيج جاهز، مثل ما شايفين رح اشوف شلون صار قوامه. فشوي سمك عندي، رح اضيف له تقريبا ربع كاسه حليب. هلا صار عندي، هلا بجهز الزبده بالطوايه، رح تكون حراره ما كتير عندي اياها قويه، متوسطه. هلا اثناء ما عم بدوب الزبده وبحط راس الجريب، اجباري الزبده رح تنحرق عندي شوي، بس ما رح تاثر على الجريب ابدا. في ناس بيعملوها بدون زبدة كمان بتصير، بس الزبدة بتعطيها نكهة طيبة. باخد معلقة بس شوي شوي، بحاول اعمل على شكل دائرة. هلا انا هون عندي طواية شوي كبيرة، فبالطواية الصغيرة اذا حطيتها بتتعبى كلها بتطلع دائرة قرص. هلا انا هون عم بحاول انه اطلع قرص لو بالطواية الكبيرة، لان عندي هاي الطواية ما بتلزق، بالنسبة للجراب كتير منيحة. هلا بضل بتركها شوي لحتى يبلش وشها يغلي، يبين عندي انه صار يغلي، فبقلبها رح تكون بهالشكل. اي هلا بقلبها وبحاول ما احركها، ما رح اقدر تتحرك يعني، ما رح تتحرك معي لانه لمين ما يستوي العجين. هلا هيك بتكون صارت جاهزه، رح لازم تكون عندي صارت هاللون. هلا انتوا شوفوا شكلها شلون، يعني ما طلع عندي اياها بشكل دائره، بس هلا باخر الفيديو رح تشوفوا شلون عملتها دائره، فبعلمكم شلون، رح اقول لكم شلون عملتها.
يعني ما تاكليهم اذا ما طلع عندك القرص بشكل دائره فمو مشكله. هون تقريبا انا صار عندي هلا ببلش بزينها. انه شلون اعمل تقرص؟ حطيت صحن فوق مدور وقصيت الاطراف الزايده. هلا انت فيك تزينيها بالطريقه اللي بتحبيها. حاطه انا كورن فليكس، زبيب، بتجي تحطي مكسرات، رشه جوز الهند بهالشكل. وفي كتير عده اشكال للتزيين. هلا انا عملت تقريبا 4 اشكال للتزيين، انت فيك تختاري اللي بدك اياه او من عندك زينه ما مشكله. هي اكلات الحلو انا كتير بحبها بالنسبة للزينة، يعني هيك بتعطيكي ابداع وفكر حلو شلون تزيني. احيانا اذا ما عندي فواكه بحط لها شوكولا وبلفها مثل برك على شكل اصابع برك، كمان بتطلع كتير مرتبة وحلوة. وبرش على وشها كمان بحط شوية شوكولا وبرش فستق، بتطلع كتير حلوة بالتقديم. الفواكه اكيد بتقدري تحطي اي فواكه عندك، هلا برتقان، يوسفي، تفاح، اناناس، ما بتفرق. هلا بعد ما صارت عندي جاهزه بحط اللمسات الاخيره، ما بصير بلاها. وصارت جاهزه للتقديم. بتمنى تكون عجبتكم، صحه وهنا. لا تنسوا المشاركه والاعجاب بالفيديو. بتمنى تكون نالت اعجابكم.